تعادل سلبي بطعم الخساره بين الاهلي وايسترن كومباني. كابتن شريف، يعني مش عايز اقول زعل، ولكن يعني خساره انك تتعادل في ماتش زي ده. خلاص كابتن ايمن، انت بطبيعه الحال انت بتلعب ورافع الضغوط عن الناس كلها يعني، وجماهيرك عارفه كده كويس. بس يعني ماتش، يعني ماتش كان في المتناول يعني. في كل مباراه، حتى المباراه اللي فاتت اللي في الكاس، وكل مباراه انت بتأدي بحماس، بتأدي بكل الامكانيات اللي عندك المتاحه يعني موجوده دلوقتي، وهي حاله استكشافيه بالنسبه للجهاز الفني كله. ففي حاجات طبعا بتحصل على ارض الملعب ما توفرلكش الامكانيات الفرديه انك انت ممكن تكسب يعني. في كنا بنتكلم قبل المباراه على اللعيبه اللي تقدر تتحمل مسؤوليه التيشيرت الاحمر يعني. اللعيبه بعد رفع الضغط عنها ما بتأدي اداء يعني، كسبت ما كسبتش يعني، خلاص احنا مش بيقولوا رموا الفوط او مسلمين بالامر الواقع، لا، انما هذا هو المتاح الان، هذا هو الشكل اللي انت حتى مش قادر تثبت فرقه يعني. انت من ساعه ما لعبت ماتش اتحاد اسكندريه وكسبت 3، كل الناس قالت ايه؟ وجه جديد، شكل جديد، تدوير جديد بالنسبه للاعبين. ابتدينا ندخل عناصر ثانيه ونحط تشكيلات ثانيه ونحط فرق ثانيه بمسميات ثانيه، وبعدين نخلي ناس بره. حاله استكشافيه بقت للجهاز الفني، مش عمليه انك انت بتدور على انك تكسب كل ماتش، او بتدور على المنافسه، او بتدور على اي حاجه. فواضح من الماتشات اللي فات وده ان عمليه انهاء الهجمه جوه خط ال 18 فيها يعني فيها لاعب ناقص جنب حسام حسن، جنب سيد غريب، جنب صلاح محسن. لازم من المنطقه دي يبقى من العرضيات المتاحه اللي بتحصل للاولاد الصغيرين اللي بيعملوها، اذا كان اشرف او يعني بعتبر برضو من الشباب كريم فؤاد، لازم يبقى في اكتر من لاعب جوه في المنطقه دي. كل الفرق تلاحظ لما بيحصل فيها عرضيه بتلاقي واحد واثنين وثلاثه، وانت في احسن اداء ليك ما كانش غير عن طريق تواجد اكتر من لاعب في منطقه الجزاء، وده احنا قلناه في الهاف تايم. بنروح وبنوصل لغايه خط ال 18، ولكن لما تيجي تلعب الكره عرضيه بيبقى اللي جاي قاطع من الناحيه الثانيه، لازم تروح له متقشره والتعامل معاها ما مش هيبقى مظبوط. ده غير ان انت ما استغلتش الفرص اللي جات لك النهارده. النهارده جات لك الحقيقه اربع خمس فرص ما جولكش في الماتشات اللي فاتت. كريم فؤاد جاله واحده انفرد بيها وبروحين، واحده حطها وتردت له تاني والباك طلعها من حسن. صعب قوي، صعب قوي انك انت ما يكونش عندك انهاء الهجمه بهذا الشكل. حسام حسن جات له كورتين، واحده من جنب العارضه والتانيه حارس المرمى صدها، كان لازم يبقى فيه فولو. لعيبه لسه نازله يعني، عبد القادر واقف بيتفرج عليه وهو بيشوط. لازم لعيبه يبقى عندها النيرف اللي هو الحماسي اللي انا بثبت فيه ان انا جدير، زي ما الكباتن قالوا جدير بتيشيرت الاهلي يعني، انا جدير بالمكانه دي، ولا انا عايز اطلع اعارات ولا في ايه؟ اعارات لسه دي انا مش عارف يعني. ده انا عندي فرص ذهبيه، انا عندي فرص ذهبيه دلوقتي ان انا بلعب. انت ما بتعرفش بكره في ايه؟ انا ما اضمنش لعيب مصاب يرجع لي. احنا كلنا عارفين القصه دي. اي لعيب مصاب، محمد محمود قعد سنتين، كريم نجم قعد سنتين عشان يرجع يلعب كوره. فانتوا عندكم فرص، الولاد الصغيرين كلهم عندهم فرص كبيره جدا. حتى ميدو نبيل النهارده تعور، ما نعرفش اصابته ايه، نطمن عليه يعني. حماس، سرعه، ولكن بالحماس والسرعه بانهاء الباصه، بانهاء الشكل، مفيش هدوء كده، مفيش رسوب، مفيش حرفيه اعدي من واحد واثنين وثلاثه واعمل 1 2، مفيش بلان، كله بالصدفه. يجوز عشان دخول العناصر مش ثابته بقالها كام ماتش فاتوا، عناصر مش ثابته، فكل يوم اثنين بيلعبوا مع بعض جداد، اثنين بيلعبوا مع بعض، ثلاثه بيلعبوا في ناحيه. كل دي مش اعذار بقى اللي انا بقولها. العذر بالنسبه لنا ان اللعيب اللي بينزل لازم يأدي. ورؤيه المدير الفني في تغيير معين في الوقت المعين، انا النهارده بقول انه اتاخر. ايوه اتاخر، وكان تغيير، اول تغيير مكسيوني مكان محمد محمود. لا، مهما كان محمد محمود كان عنده نقص النهارده في الزياده العدديه، كان علاء بيقول لي من احسن الناس اللي بتزيد، بنعمل
حصلت حركه تبادليه بينه وبين فخري النهارده، على اساس ان فخري هو اللي بيبقى بيتقدم قوي. لا، محمد محمود هو اللي كان رايح جاي رايح جاي رايح جاي. معرفش مكسيوني نزل ما عندوش اي بلان في الملعب، يعني وقاعد بيتفرج بيعمل ايه بره، يعني ما عندوش اي حاجه اخش اخترق اشوط شوطه حتى. يعني حتى محمد عبد المنعم فكر يشوط، محمد اشرف قلت لك بيشوط، يعني مع الماتشات بيفكر يشوط، حط ضربه ثابته مش وحش. انت عملت النهارده شكل انك تكسب، ولكن انهاء الهجمه ما كانش عندك اللاعب اللي ينهي لك الهجمه. واول مره النهارده حسام حسن يتحرك بالشكل ده. يعني حسام حسن النهارده هتقول لك لا ما عنديش راس حربه، لا عندك راس حربه بس ما عندكش سبورت مع راس حربه ده، ما عندكش هو بيجري شمال كده يكون اثنين ثلاثه جايين يقدر يفكر سهل قوي يلعبها لك بالعرض تجيبها جول سهل. عندك مليون طريقه تقدر تجيب جول سهل بيها، ولكن تركيزك تنفيذك بعيد عن الـ عن الـ عن الواقع اللي هو بيبقى موجود قدامك. الفرقه دي شفت انت بتلعب فرقه عامله ازاي، امنياتها في حياتك كلها انها تطلع معاك متعادله في الظروف اللي هي فيها دي، وبيلعبك برضو باسم النادي الاهلي، وفعلا تيشيرت النادي الاهلي موجود، ولكن العناصر اللي هي بتخلص الحكايه كلها عندها وقت لسه قبل ما تخش جوه منظومه الاهلي. فلا اقدر اقوله جود لك في الماتشات اللي جايه، وعلى حسب بقى التفكير بتاع الجهاز الفني والشكل تبقى حكايه الاستفاده بعد كده. يعني اذا كنت انا بخسر النهارده نقطتين، ولكن الاستفاده لازم تبقى الرؤيه واضحه بقى بالنسبه لي انا في جميع العناصر اللي موجوده، وازاي انا اقدر اشغلهم. انا بقول يعني الكوتش الجدع او الكوتش الكويس او الكوتش اللي احنا بنقول عليه كوتش يخليك عارف نوعيه اللعيب بتاعك تلعبه امتى تلعبه فين. فتلعبوش ما قصه ما تلعبوش دي، خلاص احنا عاملين استراتيجيه وعاملين خطه دلوقتي ان احنا نشوف كل دول. لا لا انا بتكلم على بعد كده. بعد كده خلاص بقى، يعني مش مكانته في مكانه النادي الاهلي الحقيقي. والناس كلها على فكره عارفه كاداره وكجماهير جماهير اللي هي رايحه ومزعلانه بس وهي خارجه، بس هي فاهمه الوضع ده. يعني مفيش حكايه، هي بس علاء كان يقول لي الهيبه. علاء هيبه النادي الاهلي. احنا طبعا بنزعل. احنا بنزعل على هيبه النادي. انت هتكسب 1-0 النهارده هتبقى مبسوط، كسبنا وخدنا 3 نقاط ماشي. انما هي هيبه النادي الاهلي ان انا ما تعادلش مع فرقه اقل مني، هيبه النادي الاهلي ان انا لازم اكون انا على الاقل بفنش كل الماتشات، فايتني كتير بس عندي شباب واعد انا بعتمد عليه. فهارد لك في الكوره راحت النهارده، ولكن بقى كل اي وضع بيحصل فيه تعادل او تقصير او اي حاجه في لعيبه معينه بصراحه انا عايز اقولها، يعني لازم تبقى قد كده 10 مرات من اللعيبه اللي انا ايه بحس تقال عندي، مش الولاد الشباب اللي طالعين بس. فاللي جاي باذن الله يكون احسن ويكون فايده، وشفنا رؤيه النهارده ازاي نخلص بقى المباراه بالفرص اللي بتجينا. كابتن علاء، مباراه سهله كانت في المتناول وجات لك الفرص، يعني مع احترامي لفريق الايسترن كامباني، انما الفرق كانت كبيره جدا 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 بين النادي الاهلي وايسترن كامباني. فريق تقريبا ما بيعملش حاجه غير انه واقف في نص ملعب. فرصة وحيدة جت الشوط الثاني اللي شالها علي لطفي باقتدار دي بصراحة. ده كلام طبيعي جدا يا أيمن، ما احنا عارفين فروقات كبيرة جدا بينك وبين ايستر كامباني. فروقات كبيرة جدا بينك وبين مصر المقص. ده مش بيفرق مش بلاعيبتك الأساسيين. يعني اللعيبة الموجودة دي فروقات بينها وبين ثلاث أرباع فرق الدوري كبيرة جدا، مع احترامي الكامل ليهم طبعا. طب إيه اللي حصل؟ ما أنا هقول لك بقى. طيب وبعدين؟ ماشي. حلوه الفروقات الكبيره جدا والكلام ده، الفروقات دي بتبان فين؟ في الملعب بس. النهارده مفيش فروقات بينك وبين ايستر كامباني، مع كل احترام للاعيبه اللي موجوده وكل حاجه، مفيش. عشوائيه هنا، عشوائيه هنا. سجلك اكتر يا كابتن من 5-6 فرص تجيب جوال. عشوائيه هنا، عشوائيه هنا، فرص جات لك كلها عشوائيه على فكره، مفيش كورس، مفيش كوره بتتلعب، مفيش حاجه تبقى قاعد انت كده. يعني دايما كنا بنقعد نتفرج على المباراه، انت مستمتع بالمباراه، عارف انك هتكسب، الوقت بيعدي، بس انت عارف الاحسن، انت اللي ضاغط، انت اللي فرض شخصيتك، انت 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 الحاجات اللي بتزود كل الناس دي. ومع يعني ما فيش حد يقول لي ده اصلهم لعيبه صغيره، مفيش حد. بالعكس، احنا اتكلمنا واجمعنا في الاستوديو ان اكتر فرصه جت للعيبه دي اكتر، يعني فرصه عمرهم في الوقت ده. الوقت ده ايمن
يعني فريق زي ايستر كامبني لا، الفرق بينك وبينه في كل حاجه كبير جدا 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 جدا، وكلنا اتفقنا قلنا هيدافعوا وسام هيلعب 5-1 5-4-1 وقال عادل هيلعب كور طويله، كل الكلام ده قلناه هنا كويس. طيب هو هم بيلعبوا كده عشان دي امكانياته، طب هل انت دي امكانياتك؟ لا. هل دي امكانيات لعبتك؟ هل ده شكل اداء اللعيبه اللي نزلت الملعب النهارده؟ هل معلش يعني انا ممكن يبقى كلامي تقيل شويه، هل ده شكل اداء لعيبه عايزه يبقى ليها اسم في النادي الاهلي تبقى موجوده؟ لا. كل اللي انا بقوله ده مش موجود. طب انت هتلعب ازاي في النادي الاهلي؟ وهتكسب ازاي فريق زي النهارده؟ والفروقات هتبان ازاي كلها لما اساسيات كره القدم مش موجوده؟ اساسيات كره القدم الفروقات تبان، رغبتك تبان، حماسك يبان، تبقى يعني زي ما كده راجل في الملعب تبان، حتى لو تخسر، حتى لو تتعادل او تخسر، لكن تطلع كده تقول لا انت عملت كل حاجه النهارده بس ربنا مش رايد ودي حاجه مش بتاعتنا، لا. اما لكن لما تطلع العكس تقول استنى جات لي فرصه او اتنين، ويعني مش فرص على فكره، الفرصه الوحيده اللي تقول فرصه النهارده فرصه كريم بس اللي كان عليه كابتن شريف، وممكن هو يعني كان حظ وحش في الاولى وجات له الثانيه شطل الراجل طلعها كويس، هي دي الفرصه الحقيقه. تقول جات لك النهارده محققه فرصه زياد طارق بتاع اول تايم اللي غير الشوط الاول لما كان الشوط الثاني كمان دي اقرب، كمان دي اقرب يا كابتن شريف ان الراجل بس لو كان التغطيه عملها طبعا ممتاز، بس هم بيلعبوا على الحته دي ازاي يدافعوا ازاي يغطوا ازاي يجروا، قلنا الكلام ده، قلنا تلاقي النهارده جري اكتر من مقصه، دفاع اكتر من مقصه، رغبه اكتر من مقصه، حتى وسام قال لك ان هو يلعب النهارده يلعب جيم مفتوح طمعان في الاهلي، وفعلا النهارده في الاخر جه دافع لما لقى ان حته ان هو نقطه في ايده ممكن تبقى سهله، وعلى فكره مش عيب ان هو يلعب على نقطه مع فريق كبير زي النادي الاهلي، لكن كل فرصك بعد كده انا مش شايف ان هي فرص. تسديد حسام جنب القائم من على الطرف شويه، شاط اتنين، واحده جول، واحده الشول شالها الجول ولازم في متابعه مش موجوده لان الرغبه مش موجوده ايمن، الكره بتلعب مثلا لكابتن شريف وكل بيتفرج عليه، ما ينفعش ده، لازم تكمله 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 تكمله، حتى لو الراجل مش هيصدها بس اكمل اعمل المتابعه، ممكن تقع منه ووقعت منه بس مفيش حد، لان الرغبه مش موجوده، الاصرار مش موجود. حاسس خليني اكلمك حتى في الكوره دي هنجيبها بعد كده ان شاء الله. اتفضل ماشي. هو الرغبه ازاي مش موجوده؟ يعني الرغبه ليه مش موجوده؟ ما انا هقول لك اللي انا خايف منه ايوه، ان كونك ان انت تشيل عليك الضغوطات فتلعب بهدوء، هو ده اللي انا خفت منه من ماتشين ثلاثه، الاداره شالت الضغوطات من على المدرب ومن على اللعيبه، بس ده ما يدكش الحق ان انت مش عندك رغبه انك تكسب وتقاتل وتبقى اجريسيف جدا في الملعب، الكلام اللي بقوله ده مش موجود، واللي عنده كلام تاني ممكن يقوله لي او يقول لي لا ده في اللعبه فلان كذا، لا مفيش، الوحيد اللي بتلاقيه الوحيد اللي كان فيهم كان رامي ربيعة، تحس ان هو عايز يكسب وعصبي جدا وحماسي جدا ماشي حماسي وكل حاجه، لكن انا بتكلم على فريق النادي الاهلي ايمن، ما انت انا مش طالب منك، انا مش طالب منك يعني بطولات وكده وشلت الضغوط من عليك، يبقى انت اللي هو انا بادي 90 دقيقه لا ادي 90 دقيقه في النادي الاهلي غلط، ما ينفعش طبعا. النادي الاهلي لما بيلعب اسم النادي الاهلي لما بتلعب في اي مكان معروف النادي الاهلي يعني روح يعني حماس يعني شخصيه يعني جراءه يعني رجوله يعني مكسب، بس جه المكسب الحمد لله، ما جاش يبقى ربنا مش رايد مكسب، بس كل العناصر اللي انا اتكلمت فيها النهارده موجوده، لا معلش الكلام النهارده مش موجود، لا ايستر كامبري لا حماسهم اكتر وبيخاطلوا اكتر، حتى ما بقوا 10 لعيبه تحس ان هم خايفين عن نقطه، انت مش عايز ثلاث نقاط، هو ده الفرق يعني مجمل ماتش النهارده فريق عايز يطلع بنقطه عشان خايف قوي، وفريق مش فارق معاه ثلاث نقاط، ليه مش فارق معاك ثلاث نقاط؟ ما تكسب النهارده وتثبت نفسك وقت جول واثنين وثلاثه زي ماتش مخصص، ليه هطلع ماتش مخصص 1-0؟ ليه ما نزلش كده بان الفروقات الكبيره بنتكلم عليها؟ ليه؟ انت لعيب نادي اهلي حضرتك مش قد التيشيرت ده؟ لا بلاها، يبقى انت ضيعت الفرصه وما تسعهاش، ما تسعهاش بقى في النادي الاهلي، لكن كل الظروف بتقول لك العب. ما هو المدير الفني ممكن يبقى عنده اخطاء، لكن في الاخر انت اللي بتنزل الملعب يا ايمن. ايوه انت اللي بتقاتل، انت تقول عايز موجود، انا عايز العب، انا انا انا، الكلام ده اللي على الولاد الصغيرين واللي لسه راجعين. أيوة. اللي كان عنده اصابه واللي لا. دي مش
دي مش روح لعيبه النادي الاهلي. لا لا مش نزعتك وهيبتك وشخصيتك، لا انت ب ب ب بتستغنى على الحاجات دي كلها بمنتهى السهوله، بتستغنى عليها فعلا بمنتهى السهوله ومتعرفش ليه. يعني بجد انا مش شايف اي سبب، ولا مضغوط ولا مطالب تجيب دوري، ولا جماهيرك بتهاجمك ولا حاجه خالص. جماهيرك ما شاء الله في الملعب عماله تشجعك، ادارتك سايبه لك كل حاجه تمام، ما فيش ضغوطات، مديها فرصه ممتازه لكل اللعيبه. طب ليه لا؟ يعني كل الكلام ده ولولا تالق علي لطفي النهارده كان الكره دي جت جول، ولو جت جول ما كنتش هتلومه طبعا، لانه انقاذ جداً جداً جداً. انقاذ هايل صح، ما كنتش هتلومه صحيح. وكره كمان ايه ده، كره عاليه الراجل طلع بين الاثنين وعاملها بدماغه، لكن تعامل علي لطفي بامتياز. الوحيد اللي استفاد من الفتره دي لحد اللحظه دي علي لطفي صحيح. ليه ايمن؟ لان ده نوعيه واحد مركز عايز يلعب وجات له الفرصه، مع انه هو حارس كبير ومش لسه عايز يثبت نفسه، لكن هو مستني وجات الفرصه فبيقول انا موجود، انا حارس كويس، انا ممكن ابقى في النادي الاهلي صحيح. هو ده النوعيه اللي انت عايزها صحيح. احنا كلنا النوعيه دي انا بحبها كلنا طبعا، يعني شريف اسامه وعادل وانا وانت، انت بتعشق لعيب الكوره اللي هو مستني فرصه عايز يقول انا موجود. انا مش هتكلم عن ماتش فني، الماتش فني سيء ما فيهوش فنيات خالص، فنيات ضعيفه جدا. انا بتكلم على اساسيات في كره القدم، اساسيات انك موجود في النادي الاهلي. النادي الاهلي ده مش كلمه، لا النادي الاهلي ده كلمه كبيره قوي 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 قوي، ويعني ملايين اللعيبه تتمنى تبقى موجوده طبعا. ناس كتير قوي تقول لك يا لو كنت موجود في النادي الاهلي وقت وخدت الفرصه دي، هو مثلا تلاقيه بيلعب في نادي تاني واساسي صحيح. لكن هو يقول لك لو انا موجود كنت لعبت الوقت الفتره دي في النادي الاهلي. فانت انت انت عايز اكتر من كده؟ يعني بقى الجمهور زمان يا علاء فاكر يقول لك هو علاء هيلعب، شريف هيلعب، الناس رايحه تتفرج، خطيب هيلعب، مصطفى عبده رايحين يتفرجوا على لعيبه ستاندر ضامنين انهم رايحين يتفرجوا على كوره، رايحين يتفرجوا على اداء سريع، اداء فيه حرفنه، اداء. كنا بنتمنى ان الاولاد دول كمان يكونوا على نفس المستوى. يعني ممكن يكون المهام نفسها في الملعب فيها لخبطه شويه، انا معاك، بس مش مبرر يعني ماشي. محمد محمود مكانه ماشي. انت بتضيع 50% من طريق من لعبه، 50% من لعب محمد محمود زي محمد مجدي، بنتكلم عن قفشه زي ما كان سواء بيتكلم محمد مجدي، هما الاثنين واحد واحد، ما ينفعش يلعب طرف، ما ينفعش، فده لازم يخش لجوه، ما ينفعش. زياد انا قلت لك زياد لعيب كويس وحاجه، بس لازم اجريسيف قوي ولازم يبقى حارسكوا على كل كوره. هو ده حسام اتحرك شويه النهارده كويس. فخري مع عميده في نص الملعب، انا مش بتكلم على ايستر كامباني يا ايمن، معلش انا اسف اني طولت، انا بتكلم على شكلك انت هي. يعني النهارده مثلا لو انا، طب ما انا لاعب ربيع في النص، ولو عايز العب بثلاثه العب محمد نصير اللي كان بيتكلم عليه عادل، كان عليه عادل بالظبط. الماتش النهارده متاح ليك تعمل في كل حاجه صحيح. وتخلي ميدو نبيل ورا احتياطي معاك، رامي في نص الملعب تقيل هيقدر يتحرك يروح، خلي حتى فخري يلعب لقدام ويستنى اللي كان بيعمله ديونج، مهام ديونج يعملها رامي ما عندوش فيها مشكله. الكره الثانيه هتبقى اسلم، الكره الثانيه بالظبط، ان هو متمرس حته يا كابتن شريف وهيعرف يكمل وهيبقى الشكل احسن. انا بقول لك على حاجات بسيطه قوي كانت ممكن تحصل النهارده، كانت تخلي الشكل الى حد كبير احسن شويه صحيح. بدل ما تبقى تكور كتير قوي شوط اول، يعني انت مش لاقي حاجه تتكلم فيها خالص، عشوائي جدا. شوط ثاني برضو عشوائيه زياده، لكن انا عايز اكسب بس انا عايز اكسب، دي ليه هضيع 45 دقيقه وبعدين اجي اقول عايز اكسب؟ طب عايز اكسب عملت ايه عشان تكسب؟ عملت ما عملتش حاجه. قرارات، في قرارات كتير غلط في 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 في, في اوقات في الشوط الثاني، بعض اللعبة. التسديد بتشوط في اوقات وحشه قوي، يعني استنى لازم حد يتكلم، اهدى، خلي الكره معاك على مهلك، هو ده الكلام اللي بيعمل الفرق صحيح. لكن يعني ماشي خلاص تعادل، زي ما بقول لك علي لطفي النهارده انا مديله نجم المباراه من غير ما نرجع لاخر الحلقه لكن في ناس كتير قوي قوي موجوده في الملعب كبيره وصغيره وكانت حتى لسه نازله، لازم فكروا مع نفسكم شويه يا جماعه، فرصه ما بتجيش تاني. بمناسبه التركيز واللعيبه اللي كابتن علاء اتكلم عليها واللعيبه اللي كانت راجعه من اصابات، احيانا لما يعني واحد بياخد من بدايه المباراه هو كان بقاله فتره غايب بنلتمس له الاعذار ماشي، معلش انا هكون مش قاسي بس هتكلم باريحيه شويه، ولكن انا لعيب عندي امكانيات كويس ونازل وقت 20 دقيقه مثلا او 25 دقيقه بالوقت الضايع، نسبه التركيز عندي
ضعيفة جدا. نسبة الجري عندي ضعيفة جدا. ردود أفعالي بعد كرة ما تقطع مني أو بعد ما بضيع كرة ضعيفة جدا. ترجع لإيه؟ يعني ترجع لشخصية اللعيب ولا عدم الجاهزية الفنية والبدنية ولا لإيه بالظبط؟ نمرة واحد شخصية خلينا اتكلم خلينا اتكلم بصراحة. أنا بتكلم مثلا عن واحد لعيب إمكانياته كويسة أحمد عبد القادر نزل تلت ساعة شخصية لعيب الكلام ان احنا بنلعب بالناشئين والناس اللي قاعده والكلام ده في ناس مريحه بتلعب براحه شويه يعني كل التغييرات اللي حصلت النهارده يعني مكسوني نزل دقيقه 64 احمد عبد القادر نزل في الدقيقه 68 او 69 هو وهاني وبعد كده احمد سيد غريب ما قدرش نحكم لانه كان المفروض التغيير ده يبقى بدري شويه متأخر نزله في الدقيقه 87 كان على الاقل على الاقل ربع ساعه يعني اول تغيير ربع ساعه فده مش هنقدر نحكم عليه لا وبعدين زي ما قال الكابتن علاء برضو كان في ممكن تغييرات تحصل في الملعب بدري شويه ماشي بس فهم؟ انا بتكلم على اخر حل اللي هو انت عايز تلعب ده حل باتنين صعب قوي باتنين في ال 18 وتبتدي بقى الضغطه الاخيره اللي هي توقيته صعب يا كابتن اسامه لا انا بتكلم انه ينزله بدري شويه انا بقول لك انه منزله متاخر عشان كده مش هحكم عليه لكن انا عندي اتنين عليهم علامه استفهام كبيره اولا اللي عمل حيويه ونشاط هاني يعني هاني لما نزل في الجبهه اليمين عمل عارف انت ايه نقلك من حاله الخمول لحاله النشاط والحركه و بس في صربعه في الاداء يعني في صربعه شويه في الاداء مش بهدوء ماشي بس ايه انا اقصد عمل ما انت ساعات يا ايمن حتى لو ما فيش اللعب في تركيز وهدوء على الاقل يبقى حماسي ايوه الحماسي ده بيغلط الفرقه الثانيه وبيحسسها ان النادي الاهلي التيشيرت الاحمر بيلعب وعايز يكسب ومصمم حتى لو في لخبطه وعشوائيه انا بتكلم في ايه ان هاني انك تحس انه نازل عامل حركه نزل عمل كم كذا كوره عرضيه كذا كورنرز من ناحيه اليمين عمل نشاط شويه لكن احمد عبد القادر ومكسوني مع احترامي الكامل ليهم زي ما نزلوا زي ما خرجوا يعني ما حسيتش باي اضافه ليهم يا ريتوا خاصه يا ريتوا اسامه ابتدى بيهم لا احنا كنا غيرنا بعد كده لا احنا كنا بنقول ان احمد احنا عايزين احمد بالذات يعني احمد تلت ساعه عدم جاهزيه بقى له فتره بعيد فيعني زي ما قال الكابتن اسامه يعني تدي له جزء في الاخر يعني مثل. ولكن حتى التلت ساعه يعني المردود لا كان ضعيف طبعا فحتى الفتره دي كان محمد اشرف الشوط الاولاني قلنا محمد اشرف عمل كذا كره عرضيه وبيحاول الشوط الثاني هدي فلما نزل احمد ناحيه الشمال انا قلت بقى الجبهه دي هتبقى مولعه لا العمليه خدت هدوء ونوم فطبعا علامه استفهام على مكسوني واحمد عبد القادر لما نزلوا المشكله بقى ان انت ما ابتديتش تحس ان الماتش مش هيضيع منك هيضيع منك الا غير اخر 10 دقائق او 5 دقائق صحيح في عشوائيه شويه في صربعه في الكرات العرضيه في صربعه بس في احساس ان الماتش اللي هو ايه اللي كان مفروض نبتدي بيه من الشوط الاولاني او من بدايه الشوط الثاني انت ابتديت تحس ها ان الماتش خلاص بيتسرق منك وان انت رايح للتعادل في اخر 10 او 12 دقيقه يعني فطبعا دي كانت جايه متاخره استعجال وحصل استعجال بقى ورعونه يعني انت دخلت في 10 دقائق عايز تكسب بس في استعجال ورعونه اللي انت كنت بتتكلم على هاني دلوقتي انا بقول لك نزل عمل حركه ونشاط ناحيه الجانب اليمين بس في استعجال ورعونه ايوه وبقيه اللعيبه بقى في استعجال ورعونه في كور طويله بتتلعب اي حاجه في ال 18 اي تسديد من مسافات مش مؤثره وباينه جدا وهو بيشوط احنا عارفين ان هي في السماء او مش مؤثره مش وقتها او مش وقتها قرار يعني نفسه مظبوط قرار في توقيت خاطئ وباستعجال ورعونه دي واحده الـ الـ الحاجه الثانيه انت صحيح ضيعت فرص يعني في ثلاث اربع فرص على مدار الشوط مؤكدين كره كريم طبعا اكثرهم على مرتين كان ممكن يرقص الجون وحب يشيلها الجون لمسها كويس برده زي ما قلنا علي لطفي من نجوم المباراه عمرو حسام بالنسبه لاسن الكامباني من نجوم المباراه اللي هو الحارس تعامل مع كذا كوره في كذا موقف
زمايله غلطوا بس هو اتعامل كويس. كوره حسام حسن ودي يمكن احلى لعبه في الماتش اللي هي اتعملت سريعه ومحمد محمود لعبها لحسام وعدى وشاط بس ما حدش كمل من الناحيه الثانيه، كانت الزياده العدديه قليله جدا بعد ما حسام شاط. كوره بتاعت في الاول زياد طارق اللي شاطها جنب العارضه، يعني ليك ثلاث اربع فرص في على مدار الشوط كان ممكن تكسب بيهم اللقاء. رغم ان انت في الكوره اللي هي بتاعت عماد ميهوب اللي حطها براسه وعلي لطفي طلعها كويس قوي، وهو الولد اللي عملها مفاجاه الصراحه، يعني هي الكوره مرفوعه في زنقه هو ركب كويس قوي حطها، بس علي لطفي اتعامل معاها حلو جدا. هي يمكن ليهم الكوره دي الخطيره والكوره بتاعت الشوط الاولاني الأول، هم ما لهمش خطوره كبيره لكن هم قتلوا عشان ياخدوا النقطه، يعني هم اخر وقت حتى بعد الطرد نزل مدافعين والعمليه بقت تمركز كبير في ال 18 وانت في رعونه واستعجال، انت ما قتلتش بقى اسامه عشان تكسب. لا ما ده اللي بقول لك عليه، هم قتلوا عشان ياخدوا النقطه، وسبحان الله يمكن ربنا يسلمك. ايوه ايوه صح، انت ما قتلتش عشان تكسب. لا انت بس زي ما بتقول يا اسامه طبعا اخر 10 دقائق لما حسيت ان لو ما ينفعش بيروح. ايوه انا منك فهبدا ابدا صح. حاجه اسمها هبدا لسه اخر 10 دقائق. لا طبعا انت ضيعت زمن طويل جدا من المباراه ما فيهاش القرصة المكسب دي اللي هي باينه ان انت عايز تكسب، بيبان واحنا قاعدين بنتفرج على الماتش كلنا احساسنا ان الاهلي هيكسب او على الاقل بقى لو ما كسبش يبقى في حاجه يعني عدم توفيق كبير وخلاص وانت مش محظوظ مثلا، لكن في بيبان بقى ان انت ايه بتلعب الماتش ماشي عادي. بس هو في حاجه ثانيه كمان يا كابتن اسامه، يعني مثلا حته اللي هي التاخير في التبديلات ماشي او التغييرات. هو بص إيه؟ فضل. ماشي، هو بكسولي نزل في الدقيقه 64 يعني بعد ربع ساعه تقريبا من الشوط، ده ما يعتبرش متاخر. انا كنت هتكلم على العناصر كمان العناصر اللي بتنزل، ما العناصر اللي بتنزل يعني. بقول لك ما عملتش حاجه، ما اضافتش وهاني بس أصلي. عمل حماس شويه. لا لا انا قصدي يعني انت حتى من بره يعني ليك رؤيه حتى لو كمشاهد يعني، فبتقول مثلا ينزل ده مثلا مكان ده او في تغيير الراجل هيعمله بدري مثلا شويه، لا كان في تاخير في التغييرات بجانب كمان العناصر اللي داخل البديله يعني. يعني مثلا يعني انا مش عايز اتكلم على حد، ولكن تغيير مثلا زي تغيير ميكسوني يعني برضه عليه علامه استفهام يعني. ما هو ميكسوني بياخد فرص كتيره وحتى الان لم يثبت يعني ما عملش اضافه، ما بيتاقلمش، مش عارف يتاقلم مع الفرقه، ما اثبتش جدارته، فحتى لما نزل في الوقت ده ما حتى ما فيش محاولات بين ان هو في حاجه يعني، فخلاص يبقى وجهه نظر الراجل هل هو موضوع تسويقي، هل هو موضوع هو شايف انه هيفيده في حاجه، دي بقى رؤيه الجهاز الفني. لكن هي حتى لو بص ماشي نتكلم ان هو لازم يكون الراجل ليه وجود في الملعب مثلا، لو تسويق احيانا بيفقد القيمه التسويقيه بتاعته، يعني تنزل القيمه التسويقيه بتاعته. هنعمل ايه بقى؟ ما انت بتقيمه بناء على ايه؟ ماشي صحيح صحيح، بس بتقيمه بناء على مستواه. ماشي جميل، طب هتعمل ايه؟ ما هو اللي كانوا موجودين احنا قلنا الاربعه اللي ممكن ينزلوا احمد عبد القادر، صلاح محسن، احمد سيد غريب، احمد غريب وهو غالبا وهاني صغيرين وهاني وهم دول اللي نزلوا، هو بس استثناء ان صلاح اللي ما نزلش ونزل يعني هو قصده يعني مقبول قوي مقبول قوي صلاح محسن او احمد زيد غريب بجنب حسام حسن ماشي مع تغيير اي حد ماشي. ايمن يقصد اي مش كده في العناصر يعني وكان ممكن تعمل تغيير في الملعب يعني مش وجهه نظر طبعا وجهه نظر المدير الفني هي وجهه نظر مكسوري هو شايف بص ايمن هي اولا واخيرا وجهه نظر مدير فني مظبوط احنا شايفين ان هو يعني لو كان فلان احسن من فلان بس في الاخر هو وجهه نظر المشكله طبعا لما تيجي تتكلم هتتكلم ما المشكله كمان بس في حاجه علاء ما هو انت مشكله برضو ما انت صلاح برضو بقاله ماتشين ثلاثه بيديله وينزله ويديله وينزله ما فكرش ما فيش ما عملش اضافه برضو ما ممكن يكون عشان كده هو قالك انا صلاح عنده في الفينش ماشي ده ما انا لعيب في نص الملعب عندي انا يعني مش بقول بيبني هجمه بسبورت في كل حته جري كتير لازم يعني فخري النهارده مش مكانه وحسينا بيه في الحته دي انه بيأدي في الديفندر بيأدي ماشي وبيخش وبيعمل يعني
التاني لا ماشي، وانا مش بدافع عنه انا لا بالعكس يعني انا بقول ان هو ما عملش حاجه كويس، بس هو واحمد لما نزلوا ما اعرفوش، ولكن انا بقول لك ممكن جدا هو يقول لك انا اديت لصلاح بالماتشات اللي فاتت من بدايه ما نزلته برده، كان المردود لما نزل ما كانش اضاف برده في الماتشين اللي فاتوا، فهو برده ممكن يكون في حيره. ايا كان عامه علامه استفهام كبيره ان احنا ضيعنا وقت طويل، الماتش في المتناول جدا جدا، يعني انا حتى افتكرت انه الدفاع بالنسبه لايستر كامباني هيبقى انت هتوصل للجون بالعافيه، او هيبقى يعني دفاع منظم تنظيم، هو متكتلين وكده لكن انت بتوصل مظبوط. وزي ما قلت لك من نجوم المباراه بالنسبه طبعا قلنا علي لطفي ما فيش شك ان كان هايل، عمرو حسام انه في اخطاء كتيره حصلت من المدافعين بتوعه، ولكن انت اللي ما استغلتهاش، انت اتخلق لك اربع خمس فرص كان ممكن تستغل منهم واحده او اتنين يخلصوا لك الماتش. فطبعا التغييرات لم تضف شيء، يمكن باستثناء انا قلت هاني بس عمل حماس، وانت ضيعت معظم فترات الشوط باداء بطيء باداء ني باداء ما يحسسكش ان انت عايز تكسب او انت بتقاتل عشان تكسب التلات نقط. فنتمنى التوفيق في الماتشات الجايه، وده برضو ادي اعداد والناس بتشوف سواء مدرب سواء اداره سواء جماهير، كل الناس بتشوف وبتاخد فرص كتير ووقت وازمنه طويله ممكن ما يعني ايه ما اتخلقتش او ما جاتش لناس في اجيال سابقه كتيره وكانوا يمكن عاليين في المستوى كمان وما جات لهمش الفرص دي كلها. فلازم الناس تموت في الوقت اللي بياخدوه عشان يثبتوا ان هم جديرين انه يلبسوا فانيله النادي الاهلي. بس طيب كابتن عادل، علشان نخرج من الكبوه دي محتاجين ايه؟ يعني محتاجين مثلا بطوله تفوقنا شويه زي كاس مصر مثلا، محتاجين تدعيمات، محتاجين تغييرات، محتاجين ايه؟ واحد، اعاده تقييم اللاعبين كلهم. اتنين، اعاده تقييم الصغار اللي طالعين لك. تلاته، اعاده تقييم جميع اللاعبين صغار وكبار ومحترفين جزء واحد عشان تعمل قائمه قويه. اخر حاجه، اعاده تقييم الجهاز الفني برضه، ده ضروري جدا. كل ده لازم يتعمل في القريب العاجل. اقدر اقول لك ان كل اللي احنا شايفينه في الملعب ده انا من وجهه نظري لازم له الاربع اشياء اللي انا قلتهم دول، مش هتكلم اكتر من كده، لان النهارده مباراه اليوم يا كابتن ايمن احيانا ممكن تخسر لاعب في مكان مش بيلعب في مكانه. قلنا محمد محمود بيلعب في مكان غير مكانه، في ناس بتلعب في مكان غير مكانها بالامانه. يعني انا شايف انه كل لما الوقت يعني الدوري بينتهي وخلاص وبيجري وما حطيتش ايدك على الحاجات الاربعه اللي انا قلت لك عليها دي هيبقى عندك مشكله. بص انا قلت للكابتن علاء حاجه قبل المباراه خالص، بتكلم على الفتره دي من بعد قرار الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره رفع الضغوط عن الجهاز واللعيبه. من وجهه نظري ممكن اكون انا مخطئ، انا بشعر في بعض الاحيان ان في اولويه لحاجات مش من اهمها او مش من نمره واحد مش المكسب. انا موافقك يا كابتن علاء، بقول لك استحاله. انا موافقك. لا انا قصدي ايه، يعني جه المكسب الحمد لله رب العالمين خير وبركه، ما جاش المكسب هتمشي الامور يعني أول. معلش عادي، دي فرقه الوسط. ما انا فاهم يا كابتن، انا بقول انا كاحساس. ايوه ما انا برد عليك، انا عارف، ما انا عارف. ولا المشاهد مشاهد او مشجع النادي الاهلي طبعا ما يجوش تفكير ده، ان هو ما خدش مش متعود على التفكير ده. أيوة وما فكرش فيه. انا بقول لك انا احساسي. ايوه انا عارف، انا معاك على فكره وجاوبتك على ابص جماهيرك اتكلم اتفضل عادي طبعا. يعني انا قلت لك اربعه نقط في الوقت الحالي. لو انت ضيعت وقت كتير قوي في تقييمك أو في كلامك على اللاعبين اليوم وعلى مباراة اليوم والحاجات دي، لا هتظلم ناس كتير قوي. هي عايزة
إعادة صياغة كاملة. بكلمك بجد، لأنه مش المهم إن أنت تقع فترة، المهم إن أنت تقوم بسرعة، ودي الحاجة المهمة. مفيش شك إنك أنت اللاعبين اللي متواجدين الأربعة النهاردة اللي إحنا شفناها، عارف دي من إيه؟ عدم ثقة. عدم ثقة. حاجة تانية مهمة قوي، أنت فرقة بتترد من عندك، بيترد من عندها واحد، وانت لسه بتهاجم بشراسة وبعدم ثقة، ولا واقف ولا بتتحرك ولا تمركزت في أماكن، ولا التغييرات اللي نزلت علشان تساعد تبقى عندك زيادة عدية عشان توسع الملعب، عشان تخترق الدفاع من النص أو من على الأطراف، لو انت رحت لهم من على الأطراف وسعت الملعب عشان هم متكتلين جوه. أنا حسيت أنه اللعب زي بعض، يعني ماشي اللعب شغال، يعني بما معناه ان اللعيبه بادائها زي ما واحد مطرود وزي واحد. الحاجه بقى الثانيه المهمه قوي، ممكن انتوا اتكلمتوا، كابتن اسامه اتكلم وكابتن شريف وكابتن علاء وانت يا كابتن، قلت اخر 10 دقايق بس اللعيبه حست بالضغط وعاوزه تجيب جول. لا مش اخر 10 دقايق كمان بس، انا في ظاهره جديده في النادي الاهلي، اللاعبين الحته يعني، ودي انا حاسسها روح النادي الفلنة النادي الاهلي بتيجي فتره بسيطه قوي وبتغيب كتير قوي، وده احنا ما خدناش عليها. ايه اسباب؟ قلنا كتير قوي لعيبه اقل من النادي الاهلي، خلينا نتكلم بعض يعني. بعض اللاعبين طبعا انا ما بعممش، بعض اللاعبين قليله النادي الاهلي كبير قوي عليها، دي حقيقه ولازم نعترف بكده، ولازم نكون عندنا الجراءه لكده. ما فيش مشكله، هي كرة القدم كده، ما احنا ابطال من احنا كنا بنتكلم ابطال من 4 شهور، ابطال الدوري يعني، دي حاجه طارئه. بس انا مش عايزه تزيد، عشان تزيد عشان ما تزيدش الوقت وناخد فيها وقت كتير. اهم نقطه ايه يا كابتن؟ النقطه المهمه قوي عارف ايه؟ انك تشخص صح، انك تحط ايدك على الحاجات اللي انت لازم تغيرها، وتغيرها فورا. يعني 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 انا بقول لك ماشي، انا معاك بكمل ماشي. انا بقول لك اللاعبين لاعبين يجب اعاده تقييمهم، التقييم بتاعه، بس تقييم من انهي نوع؟ خلي بالك كابتن، التقييم مش باحصائيات. اول حاجه تقييمك للاعب الفتره القادمه للنادي الاهلي لازم يتحمل الضغوط الكبيره والبطولات العاليه الكتيره، حلو، لازم يبقى عنده فنيات. انا بتكلم الاول المحترفين، لازم يبقى فنياته اعلى من اللعيب المحلي بكتير، لان ده بياخد دولار وده بياخد لو جنيه. تقدر تجيب لي معلش، هل تقدر تجيب لي الكره دي تاني معلش بعد اذنك؟ يعني انا بس انا لا تعليق بالنسبه لي، يعني انا هكلم هقول لا تعليق ماشي. كره وهي رايحه، لا دي بتاعت احمد عبد القادر ماشي. خلينا في ال بص يا كابتن، ما تتعبش نفسك وما تشغلش نفسك. بص يا كابتن، المفروض بص في الكره دي احمد عبد القادر يكون فين؟ على ولسه نازل وبص حسام حسن فين؟ انا اللي انا بقوله لك يا كابتن، اللي انا بقوله لك، سيبك من كل اللعب ده، الكره لما بتطلع بره بيروحوا ياخدوها مش ممكن، بيروحوا يجيبوها مش. وما انا ما شفتش واحد انا عاوز الكره بس تطلع بره الملعب، انا ما شفتش. عارف الواحد لو كان ضيع فرصه زي دي كان يقعد 8 سنين ما يرتاحش. لكن هي الحته دي اللي انا عايز اقولها لك، كنت هكمل لك يا كابتن. خلينا نتكلم في الاهم، اهم من المباراه. بص يا كابتن، في حاجات اهم من المباراه دي. ايوه الاهم من المباراه ايه؟ انك انت تعالج بسرعه وتعالج صح. انت عاوز لعيبه نوعيه خاصه، عاوز لعيبه تقل الفلن ما يبقاش عليها تقيل قوي، عايز لعيبه عندها قلب وحراره قويه جدا. ممكن تبقى لعيب كويس ولعيب فنان والحاجات دي كلها، لكن ما عندكش قلب، ما عندكش روح، وما عندكش شخصيه. انت عايز كل الحاجات دي في لعيب النادي الاهلي. فتقييم في لعيبه عندنا كتير قوي، الناس المريحه فيهم كلهم عندهم شخصيه النادي الاهلي. انا بكلمك بمنتهى الامانه، يعني اللعيبه الكبار اللي متواجدين عندنا دول شخصيات كلها روح وشكل وكل حاجه. انا مش بعمم بقى اللعيبه، انا بقول على اللاعبين اللي هيساعدوا اللاعبين دول. اهم نقطه، اهم نقطه من وجهه نظري، المحترفين. المحترفين يا كابتن في كل حته، اللي ما بيعملش اضافه ما يجيش، مظبوط، يصنع الفرق صح. واقول لك حاجه تانية، وفي كل حته مش لازم المدرب هو اللي يبقى رايه فيه،
لازم الاراء بتبقى بمجمل النادي، لان ده ممتلكات نادي وليس ممتلكات مدرب. تخيل انت مدرب ممكن اجيبك انت النهارده كابتن وامشي بعد اسبوعين، نتائج تسوء وامشي بعد اسبوعين، ده حصل. اجي واحد تاني مش مقتنع بيك لانك اقل من المكان اللي انت فيه، فيبقى لازم اللي يجيب اللعيبه الكيان وليس المدرب. طب انا ماشي نوع في الحته دي عشان برضه ليا كلمه في الحته دي. وانا كمدير فني انا مقبل على فريق ليه احتياجات وليه رؤيه، تمام. فانا بطلب اطلب لعيب في الحته دي، لعيب في الحته دي وليس اللاعب. الكرة دلوقتي مزبوط. تطلب المكان وليس اللعب. يعني بمعنى ايه يا كابتن؟ انا فاهم قصدك. انا دلوقتي ما فيش حاجة اسمها اطلب الكابتن علاء ميهوب يجي يلعب عندي. لا. انت عايز مين؟ ايوه. اقول لك حاجة اقوى. انت عايز باك رايت. باك رايت دلوقتي اللي بيجيبه مين؟ عارف عبد البقال زمان؟ ايوه. دلوقتي العالم كله بس المودرن اللي هم بيتعلموا. بمعنى انك بتاخد دراسات فيها. شركة تيجي تقول لك ده صفاته واحد اتنين، انت هل صفاته تيجي عليك؟ وبعدين اتفرج عليك لجنة قوية في الكورة. بمعنى ايه؟ عارفة الموضوع. ابديت على طول، متواجدة، يعني عارفة الموضوع بتاع اللاعبين وقيمة اللاعبين اللي في مصر وقيمة اللاعبين اللي بره، وشافوهم وكتير ويحددوهم. وبعدين ايه؟ انت هتجيبني في انهي مكان؟ ما انا ممكن اجيبك في مكان عندي لعيب كويس. مش عايزك، انا عايز اقل منه، اقل من اللعيب ده، بس في مكان انا ما عنديش منه. انت فاهمني؟ ودي مهمه يا كابتن. عشان كده بقول لك اعاده تقييم الحاله كلها باسرع ما يمكن علشان تطلع بناتج. ايه هو الناتج اللي هتطلع منه؟ هتطلع تلاقي نفسك رايح تاخد افريقيا زي ما عملنا. وزي ما كان، وانا فاكر الفتره بعد ماتش الترجي إعادة بناء الفريق، وجاب كل اللاعبين اللي متواجدين قصادك دول كلهم جم النادي الأهلي وخدوا بطولات 12 بطولة من 16 بطولة. فحد عملها؟ النادي الأهلي اللي عملها. بس إنجاز عظيم في النادي الأهلي. من قوة شخصية النادي الأهلي إنك أنت لما تخطأ تقول لا أنا خلاص أنا عندي خطأ هنا وهنا وهنا وهنا، علشان الناس، جمهور النادي الاهلي يستاهل مننا كده يا كابتن. صح. جمهور النادي الاهلي يستاهل ما تخليش حد يفرح فيه. ممكن يفرح فيك اسبوع اتنين تلاتة، لكن جمهور النادي الاهلي ما يتفرحش فيه اكتر من سنتين تلاتة. فعلشان كده لازم النقط دي لازم تتلبى سريعا. والمباراه انا خلاص الموضوع بتاع المباراه. بالعكس انا شايف انه الشباب قدم حاجات على قد امكانياتهم كويسه. لكن في شباب الاهلي غير شباب الاهلي. في شباب الاهلي الناس ما تفرحش، يعني خلي بالهم في لاعبين انت شايفهم من وجهه نظرك لما يجوا بقى يلعبوا قدام الترجي وقدام الصفاقسي والوداد وكاس العالم للانديه والحاجات دي، لازم يبقوا بقوه اللعيبه اللي متواجدين. خلي بالكم من الموضوع ده، ما نتخمش في الامر. صحيح. وشكرا. نروح لفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا. انتظروا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، الحلول الفتره اللي جايه من وجهه نظرك، يعني احنا متفقين على الفتره دي اللي احنا فيها؟ لا، ما احنا ماشي كابتن. ما بص، يمكن الكابتن اسامه قال حاجه في البدايه، ان انت في فتره صعبه فعلا، بس الناس بتقيم سواء مدير فني او لاعبين في الملعب. بص يا كابتن ايمن، انا وانتوا بتتكلموا كده خدني رحت لغيابات الاهلي. 16 لعيب كوره. مظبوط. كويس. واسماء كبيره يعني ماديا وفنيا وكل حاجه. فرقه بحالها اللي انتوا كنتوا بتقولوا 25، دول 16 لوحدهم. مظبوط. مستوى اول يعني. وبعدين خلاص تعهدنا وخدنا قرار ان احنا الفتره دي هنرفع الضغوط وهنلعب بعض الشباب مع بعض اللعيبه المتاحه اللي هي مش مصابه. أي. مش اللعيبه الاساسيه اللي هي موجوده وانا مش عايز العبها، لا، ده دي اللعيبه المتاحه بالنسبه لي اللي مش مصابه يعني.
ولو عايز اعمل تدوير او تغيير من اللعيبه المتاحه بالنسبه لي هيرجعوا جايين من اصابات. ايوه. ولما اديتني بيرستاو رجع اصيب تاني. ايوه. مبقاش معايا. وميكسيوني راجع من اصابات. وقلنا مش عارف يتاقلم والكلام من ده. ميكسيوني ده من نوعيه اللعيبه اللي لازم العشره اللي جنبه بزي النار. وهو يخطف له كوره كده. يعني العشره اللي جنبه لعيبه نار. في وسطهم كده يعمل واحده سريعه زي اللي مره شاطها جت في العارضه. لازم لعيبه يعني تبقى فرقه متكامله. ان هو عشان يبني ويشيل ويحط ويخليك رايح جاي ومعتمد عليه زي اللعيبه الكبار اللي احنا بنتفرج عليهم اللي بيفرقوا مش عنده. طب ما هو لازم لعيب النادي الاهلي كده. احنا بنتكلم يعني بقى النوعيه دي. طيب ما انت بتتكلم على فتره. يعني كابتن عادل قال لك اللعيبه المحترفين. انت بتتكلم انا بكلمك لعيب محترف. يا ايمن انا بكلمك على شكل النتائج دلوقتي. جايبه من شكل الاداء وشكل النتائج. ايوه. ما هو احنا جايبين لعيب محترف نشيله احنا؟ ما انا بساله انا بقول له علشان كده. انت المسؤول عنه. لازم. لا والله بتكلم بجد. والله بتكلم بجد وانت جايب لعيب محترف انت اللي تشيله. انا مش هشيل مكسيوني بس. انا ما بتكلمش على مكسيوني كاس. انا بتكلم ككل في المرحله دي الفتره اللي احنا فيها. عندنا نوعيه لعيبه بنعمل فيها عمليه تدوير فاحنا كلنا متفقين ان دي حاله هنعدي بيها لغايه اخر الدوري ان شاء الله والكاس الى ان ربنا يرجع لنا حد من اللعيبه برده لما بنبقى بقى ماتشات كاس واهلي وزمالك فاينل ولا حاجه ما انت لازم هتدور على جميع الخبرات اللي موجوده ايوه فامكانيه ايه الحلول؟ الحلول ان اللعيبه اللي بتبقى رجليها في الملعب وبتادي لازم اسيبها في الملعب لاعب جايب جولين و... طب ما اسيبه في الملعب يكمل. لاعب جايب جول تاني اسيبه في الملعب يكمل. انما النهارده بقى ما يبقاش في عمليه التدوير دي اخرج لعيبه وادخل لعيبه اخرج اسماء بس. انا عندي تمرين انا بشاهد فيه كل شيء. عندي تدريب انا بشوف فيه حاله كل اللعيبه. ايه اللي ينفع الماتش ده وايه اللي موجود عندي وايه من الحاله البدنيه واحتياجاتي والشكل الفني واحتياجاتي والمطلوب مني كمان انا كنادي اهلي. انا لغايه النهارده الدوري ما كانش راح لسه يعني كويس يعني انت بتلعب وانت رامي الفوطه لا الاحساس ده او بتلعب وحاجه تانية يعني كلنا اتكلمنا حاسس ان انا هكسب في اي وقت ده احساس يوديك في داهيه او في حاجه ثالثه والله كنت بكلم بجد بتلعب بلا هدف يعني ما عندكش حاجه تلعب انا قلت بس انت هاجمتني في البدايه لا يعني انا ما بتكلمش على مدرب انا بتكلم على الاحساس اللعيبه انك بتلعب بلا هدف رمى فوطه خلاص دي اسوء يا ايمن لما يوصل اللعيب ماشي يا كابتن شريف لما يوصل اللعيب انك بتلعب بلا هدف دي مصيبه لازم اللعيب ده هو نازل الملعب حتى بقول لك لو بيلعب ماتش اعتزال انا هنزل عشان اكسب هو ده الاحساس اللي لازم يخش جوه اللعيب مين اللي وصله حتى لو غاب عن اللعيبه الناس اللي موجوده لازم اللعيب ده وبيحط رجله في الملعب يعرف انا لابس تيشيرت النادي الاهلي التيشيرت ده ما بيعرفش غير حاجه واحده بس مكسب تعادل يعني خسر مكسب مركز اول مركز ثاني يعني انت فاشل بصاره. هو ده اللي احنا اتربينا عليه وده اللي احنا عايزينه ده يعني تعالى بلا هدف اللي انت قلتها يا كابتن طالما بلا هدف والله بكلم بجد والله بعد كده يبقى بعد كده اللي يلعب بلا هدف في النادي الاهلي هو ده تعالوا نكمل بقى الكلمتين دول كابتن شريف والله تعالوا نكمل الكلمتين دول تمت محمد اشرف ومحمد محمود وزياد طارق محمد فخري ميدو نبيل وكريم فؤاد يلا مين اللي هيبقوا معايا موجودين السنه الجايه؟ ما هو ده الوقت اللي انا النهارده بمضي فيه كلنا سكتنا قرار مش قرارنا قرار المدير الفني قرار مش قرارنا أي. انما اديك قاعد ومكسيوني طبعا معاهم مش مدير فني بس مظبوط وصلاح محسن واداره الكوره طبعا واداره الكوره وصلاح محسن واحمد عبد القادر ما هو دي لا احنا خلينا نتكلم على الواقع اللي احنا فيه أيوة. دي الفتره اللي هم متعهدين فيها انهم بيقيموا الشكل هيبقى عامل ازاي اللي هو راجل طلع اتكلم دلوقتي قال لك انا اديت كويس قوي وفرقتي كويسه جدا وانا على الطريق المستقيم وانا على الطريق اللي هو هيكسبني ويوديني والمستقبل بتاعي كويس كل ده ما هو كل ده ما ينفعش من غير نتيجه طبعا كل ده لازم يعرف ان انا مش بلعب في دوري اوروبي بطلع الخامس والسادس أيوة. لا 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 ده انا الاول هنا ده انا الكبير ايوه انت فهمت قصدي؟ مظبوط يعني احنا الكبار قوي هنا ب 18 سنه بقى ب 19 سنه ب 21 بناس مصابه جماهير اللي في مصر لازم يقولوا له دول 70 80 مليون يعني قصه ما كانتش مش موجوده في العالم كله صح ان في فرقه في العالم
تملك 70 80 مليون نسمه بتحييهم او بتشجعهم، يملكوا 43 دوري، مش دوري دوري 10 افريقي، بطل قرن انت، انت غير بطل القرن عادل، انت بتنافس ريال مدريد والناس دي في البطولات، الناس دي سامعه عنك وجايه، ما يجي يتعادل ويقول لك لا انا ماشي الفتره اللي كويس دي، صحيح. احنا عندنا حسابات تانية خالص، فازاي الدنيا هتمشي؟ احنا كمان يعني ادينا بنعدي المرحله دي باي شكل، بس لازم تعشع بقى الدنيا كلها في بعض. ازاي دي، ازاي دي موجوده عند ناس في ايديها وتملك احسن سكواد يبقى موجود في النادي الاهلي، وده اللي الناس كلها ضمناه، يبقى لان مش هينفع غير كده. يبقى صح، يبقى كابتن علاء هتعمل اعاده تقييم للفريق ككل، اكيد عناصر الفريق دي احسن فرصه تشوف كل بقى الناس كبار وصغار واللي هيقدم ومش بيقدم واللي عندك، واللي عندك طبعا كله واخدين راحه اعتقد، والاعارات الناس اللي واخده راحات دي استهلكت تماما وكلهم نجوم كبار وما اعتقدش فيهم، لا طبعا فمش فيهم مشكله، لكن دول اكيد موجودين. انت دلوقتي في فتره، انت في فتره الناس اللي معاك الناس اللي قدامك الاعارات زي ما كان قاعد بيتكلم، والناس اللي بتلعب دلوقتي والناس اللي كانت مصابه بتاخد فرص ومحترفينك، ايوه ومحترفينك دي تحط تحتها مليون خط، ان هم دول محترف، محترف يعني اضافه، المحترف اللي قصدك اللي هو قادم من الخارج يعني. من الخارج اكيد طبعا، يعني لانك انت بتجيب لعيب من الخارج، انا ما بجيبش لعيب زي اللي عندي، لازم يعمل اضافه طبعا، لازم يبقى احسن من هو مش زي اللي عندي، زي اللي عندي ما يلزمنيش، لا انا اجيب لعيب احسن من اللي عندي هيضيف لي حاجات كتير قوي، ما يكونش اللي عندك احسن منه خالص، ما انا جايبه ليه؟ يا اما هيضيف لي حاجه فنيه وهيلعب، وحتى اما اجي اعاده بيع او بيعه اكسب على فكره. ده المبدا بتاع ان انا اجيب لعيب محترف، العالم كله شغال بكده، عند لعيب محترف هايل بيكسبني وفورمك هايل وعامل فرق معايا جامد جدا. هو انا ممكن اجيب لعيب محترف من الخارج يقعد بديل؟ اما انا جايبه ليه؟ لا انا بفرجه على البلد، لو فرجه على البلد اعمل له عزومه اسبوع واديه هنا وهنا وهنا وخلاص. لا طبعا أيمن. لا طبعا اكيد أيمن. لا يعني بعد اذنك علاء اتفضل. هو اساسا المحترف لازم يلعب طبعا، بس هفترض ان انا جبت خمسه على الاقل، اربعه منهم يبقوا في الملعب وواحد مثلا يبقى مؤثر لما بينزل، يعني يبقى ليه دور، يبقى ليه دور، مش انه محترف يصنع الفارق، وكمان اقل من الموجود عندي. يعني على الاقل زي ما علاء قال، اذا ما كانش اعلى يعني مثلا مركز انت عايز فيه تنافس شويه يبقى يكون زي، لكن مش اقل من اللي عندي وما يبقوش لازم. مش هتجيب لعيب واحد، لا انا بتكلم على لا ده بقول لك لو انت جبت اربعه خمسه مثلا يبقى على الاقل لو مثلا ثلاثة أربعة جامدين في الملعب، ولو في واحد يعني منهم بديل لا يكون قوي، يا اما ينزل الشوط الثاني ياثر يصنع الفرق. ده مصلحتنا يعني، هل لو محترف وبديل لا يعني هل مثلا حد من الشعب المصري سواء جمهور اهلي جمهور انديه اخرى اداريين بتاع يقدر يتكلم على علي معلول؟ يقدر يتكلم على اليو ديانج؟ يقدر يتكلم على اجاي قبل ما يمشي؟ دول اضافه، في دول طبعًا. اضافوا جيلبرتو و فلافيو. دول اعمده، مظبوط دول اضافوا للكره يعني للنادي الاهلي، وطبعا لازم بس اضافوا للنادي الاهلي جامد جدا، ما حدش يقدر يعني ما حدش يقدر يفتح بقه ان دول عملوا اضافه فعلا للفرقه. هو ده المقصود بكل اللي احنا بنقوله بالنسبه للمحترفين يعني. بس هو في نقطه يا كابتن عايز اقول عليها، يعني انت لما تيجي تجيب لعيب محترف اهم نقطه انت بتبص على طريقه لعبك انت كنادي اهلي. يعني انت احيانا في لعيب ينفع في دوري، وفي لعيب يعني في لعيبه في مصر جت تحترف خرجت تحترف بره راحت دوريات اقوى واكبر منها، فعلشان كده فشلوا. في لعيبه تانية زي محمد صلاح بدا يتدرج يروح سويسرا ويروح ويروح. انت كمان لما تيجي تجيب لعيب محترف من بره لازم تجيبه يناسب الدوري المصري ويناسب الفرقه النادي بتاعتك ويناسب المكان اللي ناقص عندك. ما تجيبليش لعيب عندك لعيب، يعني انا على سبيل المثال عندي مثلا عندي محمد الشناوي، انا عارف ان مفيش جوان في مصر، بس انا بديك مثال بمحمد الشناوي، هجيب جون من بره محترف عليه؟ لا، محمد الشناوي كويس، يبقى انا اجيب في مكان فاضي عندي قوي، وعشان اجيبه في تقييم، في حاجات بقى عالميه دلوقتي، ما تجيبش واحد عنده 32 سنه 33 سنه مثلا. كابتن شريف في تقييم كمان العناصر اللعبه يا كابتن، يعني مثلا لما اجيب اديك مثال مثلا بلاعب عاوزين نجيبه لازم يبقى عنده
سبرينتر ايه، قوته ايه، بيلعب بدماغه ازاي، مكانه ايه، سنه طبعا بدنيا، بدنيا ايه، عمل ايه السنه اللي فاتت واللي قبليها، علشان انا هاخده يلعب معايا ابديت، يعني هيلعب على طول بسرعه وهيشتغل طفره وهيشتغل ويعمل لك طفره. فالحاجات دي كلها علشان تحصل. بس هو كابتن علي كلام في نقطه مهمه برضو، خلي بالك شخصيه اللعيب نفسه. ايوه طبعا يعني كل شخصيه تناسب النادي الاهلي. ما هو ما كابتن مش اي لعيب يلعب في النادي الاهلي، دي من اول من اول اللي يعني من اول الاشياء اللي لازم تكون في لعيب النادي الاهلي. مين اللي اكتشفها يا كابتن؟ اللي بيعرف يشتري العين، اللجنه المقيمه، العين يا كابتن شريف. بص يا كابتن شريف، العين مهمه للغايه. انا ممكن اشوف لعيب بعيني ان هو لعيب كويس قوي في نادي مثلا الريال، ها، ممكن ما يعرفش يلعب مثلا في برشلونه، ما يقدرش. هنا العين بتاعت، مش هقول لك انه لعيب كويس ولا لعيب وحش، لا، ده كمان يقدر يشيل فرقه زي دي ولا ما يقدرش. يعني اليو ديانج زي ما الكابتن اسامه قال، اليو ديانج كل الناس بيتكلموا عليه. اقول لك حاجه، يعني انا بقول ان اليو ديانج، ودي حقيقه، ممكن يكون اعلى من الدوري المصري ويلعب في حتت كمان كبيره بره. انا بكلمك بمنتهى، مش ممكن، ها، مش ممكن، ده حقيقه طبعا، دي حقيقه طبعا. هي عامه اتفضل، انت بتيجي تشتري لعيب، لو انت شفت في تاريخ مثلا النادي الاهلي، مثلا النادي الاهلي في تاريخه كله جاب اثنين بس ناحيه الشمال، جيلبرتو ومعلوم، كويس. صح. على فكره ده طبيعي في كل العالم، انك دايما بتدور على نص الملعب والفراوده، لان دي الحاجات المؤثره. انا بدفع فلوس كتير في لعيب هيفرق معايا، هياثر معايا، هيكسبني ماتشات. انت نادي كبير، وانت نادي كبير بتاع انت بطولات، انت هنا في مصر وافريقيا، ودايما بتوصل كاس عالم للانديه، فانت احتكاكاتك كتير قوي. فانت بتدور على نوعيه لعيب يضيف معينه. مزبوط. مش نوعيه لعيب مثلا شفته في ماتشين افريقيا لا، انت بتدور على نوعيه تانية خالص. ده لازم تبص على اللعيب ده كويس، ولازم كل تركيزك على نص ملعب واللاين فيرود، هم دول تبدا تبص عليهم. بيلعب منتخب بلاده كمان، ده طبعا، ده اكيد، ده يا ريت طبعا. وما تبصش على المدافعين قوي، لانك انت المكان ده غالبا ما عندك فيه كتير، وغالبا ما فيش حد بيهاجمك قوي، ايمن اللي هو عنده يعني كميه مهاجمين جامده جدا. أي. وعندك المكان ده دايما بتلاقي عندك قصور في مصر كلها في حته الباك ليفت مثلا، او في ناحيه شمال. دايما تلاقي يعني، من فتره على فكره، من زمان. يعني انا يعني من يعني اخر حاجه طبعا يعني كابتن ربيع، وبعدين جه عماره، وبعدين جه سيد معوض، وي وي وي، والناس محمد ابو بابا الله يرحمه. كويس، مجموعه كده جت، وبعدين بقت في نظره في المكان ده عندنا احنا في النادي الاهلي. فجبت معلول، اختيار ممتاز، وقدم معاك كويس قوي ومشي. كان وقبليه طبعا كان جيلبرتو، كان اسامه اشتغل معاه فتره، انا اشتغلت معاه طبعا، حاجه كانت ممتعه جدا طبعا. يوم جيلبرتو انت جبت معاه مين يا ايمن؟ جبت معاه فلافيو، هداف. انت جايب هداف، حتى لو ما كانش جايب جوال فينا في النادي الاهلي، بس انت جايب واحد انت عارفه كويس قوي، عارف نوعيته، دارس شخصيته، ودارس شخصيته كويس قوي. وده المهم، انا لما اجيب لعيب شفته وعارف الشخصيه عامله ازاي، ممكن يبقى عندي لعيب بيجيب جوال كتير وكل حاجه، بس مثلا عصبي او مزاجه وحش، او ممكن مثلا بيلعب ماتش وطرد ماتشين، ما يلزمنيش. انا بدفع فلوس، بدفع فلوس في لعيب دايما عايزه معايا في الملعب، بيفرق معايا، واما يفرق معايا ويتلمع جامد قوي، يوم ما اجي ابيع يبقى انا كسبان. على فكره هي تجاره، صناعه كره القدم، هي كده على فكره. اللي بيعمل الكلام ده كله انديه كبيره بس، طبعا مثال الاكيد زي النادي الاهلي، بس اكيد كده هو بيعمل كده. عشان كده بقول لك، لعيب اللي تجيبه من بره ده ليه مواصفات خاصة جدا تلائمك. يعني المحترف اللي بيجي لك انت مش زي المحترف مثلا بيجي لك في مثلا فاركو او في نادي انبي، هو بينقي نوعية معينة. لكن انت لا، انت بتنقي حاجة شبه النادي الاهلي. اتفضل. واللي من جوه صح. طبعا، ما اكيد طبعا، شبه اللعيبة المحلية طبعا. يا ايمن، انا دايما كنت بقول لك كلمة هنا وكلهم موافقين عليها، بقول لك لما كنت بتلبس التيشيرت الاحمر ده وانت في الاكاديميه، مش مدرسه الكوره، لازم تكسب، ولو ما كسبتش الواد طلع بيعيط. اكاديميه، عيال صغيره، يبقى حضرتك انت عايز ده. مزبوط. اللي عايز جواه كده، انا ما فيش حاجه اسمها اخسر. مزبوط. لما يتعادل او يتغلب، لا، تلاقي في حزن بجد. طبعا. والله العظيم في حزن بجد. احنا كنا شوفوا يعني كابتن علاء، احنا في اوضه لبس كلنا كنا بنتعادل في التمرين، بنعيط، بنبكي، بتتجنن، تقعد يومين ثلاثه يعني
انا الله يرحم ابويا لما الله يرحم ابويا لما كان مثلا نتعادل ولا حاجه كان بيخاصمني انا. انت متخيل يعني؟ والله العظيم يا ايمن انت متخيل انت واصل لدرجه ايه في بيتك؟ وبعدين احنا كل الكلام ده احنا كل الكلام ده علاء بنعمله واحنا متعادلين مع الشريه للدخان. ما هي عشان انت مش المفروض يا جماعه مش الفكره يا كابتن شريف. لا 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 مش عشان لا كابتن شريف مش الفكره. لا احنا بنتكلم على لا لا احنا بنتكلم على بنعد العده. لا 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 احنا مش بنتكلم على الشريه الحاله اللي احنا بص يا كابتن شريف ده بسبب ايه؟ لا كنت ممكن النهارده تعمل مباراه ممتازه ومتكسبش كنا كلامنا كله ده هتغير. الناس دي كويسه والناس دي هي مستقبل النادي الاهلي وي وي وي. انت بتتكلم على روح النادي الاهلي نزعتك صفات لعيب النادي الاهلي كان اللي هو من جوه النادي زي ما بيتكلم ايمن. ولما بتفكر تجيب محترف من خارج من خارج من من خارج مصر هو ده الاساس انت تشتغل عليه وده اللي ان شاء الله هتشتغل عليه الفتره الجايه في النادي الاهلي. لان ما ينفعش يبقى عندك 25 لعيب لازم يبقوا ما بيفكروش غير في مكسب بس مش اكتر من واتمنى كابتن في مصر اعاده تقييم اللاعب من الناحيه الماليه كل لعيبه مصر الماديه كل لعيبه مصر قلنا كده قبل كده وبعدين لا يعني خلي بالك لا يهاجمك ولا مش يهاجمك كابتن اصلي دي عايزه مش بس منظومه فرقه واحده لا لا انا عايزه اتحاد الكوره عايزه الدوله اتحاد الكوره لا انا بتكلم عارف ليه يا كابتن اسامه يعني حد تعاقدات يعني لا على الاقل على الاقل اللي هي اللي زي ما يقولوا ايه اللعب المالي النظيف اللي هي ايراداتك لازم تكون اعلى من مصروفاتك مش هنا فرق صحيح ثلاث ارباعها خسرانه ثلاث ارباع الفرق المصريه خسرانه ومتضايق ما ياخدوش رخصه طبعا ما ليه ما طب في النهايه كابتن اسامه قبل ما نطلع فاصل بقى الجدول الترتيب زمالك في المقدمه في المركز الاول طبعا 72 نقطه بيراميدز الثاني 65 نقطه نادي الاهلي الثالث 63 نقطه طلائع الجيش المركز الرابع 49 نقطه فيوتشر في المركز الخامس 49 نقطه سموحه في المركز السادس 42 نقطه بنك الاهلي في المركز السابع 41 نقطه فاركو في المركز الثامن 40 نقطه الاسماعيلي في المركز التاسع 36 نقطه سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر 35 نقطه امبي في المركز ال11 35 نقطه اتحاد سكندري في المركز ال12 33 نقطه نادي المصري البورسعيدي في المركز ال13 33 نقطه غزل المحله في المركز ال14 ودي بدايه الخطوره 30 نقطه احسن ايستر كومباني في المركز ال15 29 نقطه الجونه في المركز ال16 29 نقطه مقاولين العرب في المركز ال17 26 نقطه واخيرا مصر المقاصه في المركز ال18 وهبط رسميا 15 نقطه بس ايسترن لعب 31 ماتش ايوه لعب ماتش زياده ايوه هسأل في الجدول عايز لا يعني هي المنافسه بقى في منافسه على في انك شبح الهبوط ده تهرب منه شبح الهبوط تهرب منه المقاولين محطوط في موضع خطر جدا نفس الشيء الجونه نفس الشيء اسن الكامباني نفس الشيء المحله ولكن انا بقول بنسبه اقل لان البوند في اخر 3 4 ماتشات غالي جدا صحيح يعني ممكن فرق من دي هتلاقي في الاربع ماتشات الجايين اللي ليه اربعه طبعا ايسترن هيبقى ليه ثلاث ممكن مثلا يجيب بونت او بونتين في الثلاث ماتشات ويمكن ما يجيبش ولا بونت فالاربع فرق دولت في دوامه وطبعا مع المقاصه نزل اي حد فيهم ممكن ينزل بس انا استبعد المحله لانه وصل لنقطه 30 فاعتقد هيخطف ماتش او حاجه وعنده المقاصه في ملعبه فانا اعتقد ان المحله لكن هي غالبا هتبقى بين ايسترن والمقاولين والجونه اثنين منهم هيبقى مع المقاصه يعني كابتن عادل كلمه اخيره بقى لجماهير النادي الاهلي يعني بقول لهم ما تخافوش الموضوع مش ما فيهوش صعوبه جامده قوي احنا كنا بالامس قريب يعني الثالث في العالم واخدين بنلعب فاينل افريقيا وكل البطولات اللي احنا ما فيش مشكله بالعكس يعني انت هتقوم بسرعه وهترجع بسرعه وما تخافش وانت نادي كبير قوي واحنا السند بتاعنا الله طبعا ثم جمهورك صحيح. جمهورك هو جمهور عظيم وبيفهم وهو مستوعب الامر يعني صحيح. ان شاء الله كل التوفيق الفتره اللي جايه والافضل ان شاء الله يكون هو القادم باذن الله للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي
نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيمية. انتظروا. مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، مرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي كابتن علي وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، وكابتن اسامه عرابي، وكابتن عادل عبد الرحمن. منور يا كابتن. الله يخليك كابتن. النهارده كابتن ايمن طاقم التحكيم كان الصباحي، ودي ثاني مباراه كابتن عادل هو بيديرها للنادي الاهلي. ادار قبل كده مباراه الانبي والاهلي، ودي المباراه الثانيه للصباح. قبل ما نروح للحالات بس انا بقول الصباح النهارده يا محمد كان عندك بعض النقاط اللي يجب انك انت تطور من ادائك فيها كابتن علاء. اول حاجه الوقت، يعني احنا لاحظنا جدا جدا موضوع الوقت، وكان ده كل الحكام اللي كابتن شريف من فضلك الوقت مهم جدا جدا. شوف الاولاني تقريبا مش اقل من 4 دقائق كابتن عادل هو ادى دقيقه واحده. لا يا جماعه الوقت دوت مهم جدا جدا للفريقين مش لفريق واحد. دي النقطه الاولى، لكل الحكام يجب احتساب الوقت بدقه تامه. الحاجه الثانيه محمد عندنا حته اللياقه البدنيه، ودي كانت عامله لنا مشكله شويه. تمركز التحرك كابتن اسامه كان بردك في مشكله وفي صعوبه من الخروج من محيط اللعب. محمد حاول تطور من ادائك في ازاي انك انت تستغل العناصر كلها، سواء كان تحمل عام او تحمل سرعه او السرعه القصوى عند اللزوم، وتحاول تخرج من محيط اللعب. ثالث حاجه اختلاف المعايير بقى في الفاولات، يعني هو الراجل مدي لكم تعليمات مش كل الفاولات يعني تحسبوها، ولكن احنا النهارده عندنا مشكله في المباراه، في فاولات كثيره اتحسبت وفي فاولات ما اتحسبتش والمعايير كانت مختلفه. عندي حاله كابتن عادل هي المهمه، يعني هي في المباراه هي الحاله المهمه، هنشرحها بالقانون وان برضك ندي ثقافه للكل في القانون في هذه الحاله. خلينا نروح للحاله الاولى اللي معانا، وهنا شوف هنا في مخالفه. هرجع تاني بقى يعني لو النهارده حبيت اشرح دي كلها لوحديها دي اعتقد بالمباراه كلها. هرجع تاني بعد اذن حضرتك من اللايف. ستوب كابتن عادل، شريف، اسام، الحكم فين؟ بعيد الملعب الثاني، نص الملعب الثاني هنا. والكره لا صب من فضلك لو سمحت، والكره بتطب فين يا كابتن عادل؟ عند الثلث الاخير مدافع ومهاجم. هنا بنقول للحكم يا كابتن علاء استشعر الخطر، استشعر ان مهاجم ومدافع داخلين في الصندوق اكيد في مخالفه. مظبوط. على الاقل عندما تحس انك انت في 2 لعيبه هنا لابد انا توقعي ايه بقى؟ من ساعه ما اتعملت الباص انا سبرنت. هنا بنقول الكلام ده مش للصباح بس، لكل حكام مصر. تعالى بقى نمشي ونشوف نشوف نشوف ستوب. فين الحكم؟ مش موجود في الكادر خالص يا جماعه، انا بتكلم جد. فين الحكم؟ مش موجود في الكادر. طيب نمشي كمان شويه، هنا المخالفه تمت. ارجع تاني بعد اذنك. نمشي 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 نمشي. ده الكره خلاص قدام 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 قدام. هنا المخالفه تمت يا كابتن. ارجع هرجع بعد اذنك بس، هرجع يعني هرجع بس سنه بعد اذنك. بس خلاص. بص الايمن فين كمان؟ فين الحكم؟ مش موجود في الشيء. الكلام يا جماعه الحكامنا كلنا احنا بنحبكم كلكم. بس يجب ان احنا نبقى مقنعين عندما نتخذ القرار الصحيح في مثل هذه الحاله. خلي بالك وانا بقول لك اهو ده احساس انا، اللي ادى القرار النهارده في هذه الحاله هو الحكم المساعد رقم 1 احمد نوفل. اللي ادى قرار المخالفه من بره هو احمد نوفل. وهو طبعا كمان يعني خلاص هنا بنتكلم في الفرصه المحققه كابتن عادل، وشرحناها قبل كده 100 مره، وقلنا ايه هي الفرصه المحققه اللي بيدي فيها الحكم البطاقه الحمراء. يبقى انا اول حاجه نشوف هنا هو الصباحي راح ومن هنا المخالفه موجوده، واللاعب اللي جاي ده كابتن مش هيلحق لاعب النادي الاهلي. تمام؟ خلاص الشد موجود خلاص، وهي المخالفه من خارج منطقه الجزاء كابتن علاء. متفقين فيها. ولكن احنا بنتكلم في الفرصه المحققه، وهنا الفار هنا جاب له حتى لقطه اللعب. السيطره موجوده. نجيب العوامل بس الاربعه خلاص كابتن، احنا هنا خلاص هي واضحه جدا الفرصه المحققه. بنتكلم فيها كابتن علاء. طب ايه شروطها وايه معاييرها؟ بنحفظها لكل الحكام. نمره 1 بنقول يا كابتن يجب الاخذ في الحسبان او الاعتبارات التاليه. المسافه ما بين المخالفه والمرمى، اللي هي مسافه ما بين الكره والمرمى كانت تسمح بان اللاعب يروح، كانت تسمح، يبقى عندنا 1. 2 الاتجاه العام للعب، يعني ايه الاتجاه العام للعب يا كابتن علاء؟ الكره رايحه ناحيه المرمى المنافس ولا لا؟
اللاعب رايح ناحيه اللاعب المنافس ولا لا. اللاعب فعلا كان رايح، يعني الاتجاه العام كان اتجاه عام صحيح. ده عنصر الثاني. العنصر الثالث هي احتماليه الايه؟ الاحتفاظ بالكره او السيطره عليها. ان لم ترتكب المخالفه مع لاعب النادي الاهلي كان عنده السيطره وكان رايح يعدي. موقف عدد اللاعبين المدافعين، اخر مدافع في استرن استحاله ان هو كان هيحصل لاعب النادي الاهلي لو راح مباشره نح المرمى. وبالتالي هنا بقول الفرصه المحققه كانت موجوده بكل الاعتبارات. كابتن اسامه في حاجه؟ آه. اللي هي البند الثاني اللي هو اتجاه العام للاعب. اتجاه العام للاعب اه. طب افرض مثلا لو هي متجهه ناحيه الكورنر. برافو عليك. اه. احييك. اه. هنا قال لك اتجاه العام للاعب، خلي بالك مهم جدا. لو اللاعب كابتن عادل او كابتن اسامه رايح متطرف قوي ناحيه الكورنر. اه. انت هنا بتقدر هل هو الفرصه هيقدر يجيب اخر مدافع لا. ممكن يقفل ويغطي ولا ممكن لو راح ويقطع يروح. مزبوط. دي برضك بتبقى على حسب اللوكيشن بتاع اللعبه، على حسب اللوكيشن انت بتقدر. لو العوامل الثلاثه الثانيه متوفرين العام بس الكره مثلا مش الاتجاه في الجون يعني في العنصر التالي. بص يا كابتن اه لو اي عنصر في الخلاصه اي عنصر من الاربعه مش موجودين في الفرصه المحققه ما تبقاش فرصه محققه. مظبوط. بس انا ليا بس تعليق. الراجل شد من قبل ال 18 وانا محتفظ بكورتي لسه ما زلت دخلت جوه ال 18 وشدني تاني وانا وقعت جوه ال 18 تمام بيتحاسب على الكره الاولانيه وانا رايح والكره بتاعتي جوه ال 18 تمام ليه ما اخدش حقي في ضرب الجزاء؟ تمام. احنا بنتكلم بشكل عام ولا في اللعبه؟ لا في اللعبه زي دي كده. في اللعبه هو شد من خارج منطقه الجزاء كابتن، هو جه عند داخل منطقه الجزاء ما شدش، ساب ايده ساب. ولكن لو اللاعب اصر على المخالفه داخل من جوه تنحسب ركله الجزاء من جوه مش كده؟ تمام. لا ما هو ما كملش. يلا دي خلاص احنا قلنا والحكم كان قراره صحيح. برافو الصباحي. وتدخل الفار في هذه الحاله كان تدخل خاطئ. الحاله اللي بعد كده يلا الحاله بعد كده سريعا بقى عشان نمشي شويه. هنا مخالفه بترتكب قدام الصباحي وهو بيدي تحت فرصه حاجه جميله جدا جدا وكلام جميل وبيمثل بيمشي اللعب. وهنا بحيي محمد في هذه الحاله. الحاله بعد كده هنا الصباحي برضك بيتحرك وبنشوف هنا لاعب الاهلي بيستحوذ على الكره وبعدين بس محمد هنا برضك هنا لابد انك انت تخرج بسرعه. واقف. الله يخليك الله يخليك محمد. انت حكم كويس، حاول تدرب نفسك على الخروج من محيط اللعب. دي انا جايبها تمركز بس للكل مش محمد بس. الحاله بعد كده هنا بنشوف هنا المخالفه، هل هي تمت بتهور ولا باهمال؟ الصباحي لا يتردد في اشهار البطاقه الصفراء وقرار صحيح نتيجه التهور. تمام. هنا بشوف هنا الدخول، هنا تاكلينج معمول بقدمين وبنقول عادي اقصى درجات التهور وبتاخد الانذار الاصفر. قرار صحيح لمحمد الصباحي. الحاله بعد كده نشوف هنا هل في مخالفه؟ هل في مخالفه ولا مفيش مخالفه؟ حاله مهم. شدوا هل في مخالفه ولا مفيش مخالفه؟ شدوا من دراعه. ها كابتن عادل. في مخالفه طبعا. كابتن علاء محمد هنا لابد انك انت تتواجد قريب قوي 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 عشان تشوف التفاصيل الرؤيه. هنا في حتى الشد، الشد ده وانت رايح كلاعب بيعطل ايا كان الشد مش خفيف تقيل هو عطل اللاعب. هنا وانا شايف ان هنا كان في مخالفه يجب احتسابها خارج منطقه الجزاء يا محمد. الحاله بعد كده هنا قرار صحيح 100% تعطيل هجوم للاعب النادي استرين والقرار صحيح باشهار البطاقه الصفراء لتعطيل الهجوم للاعب النادي الاهلي والقرار من محمد قريب وخد القرار الصحيح. حاله مهمه ونشوف هنا محمد داخل قريب جدا جدا وبيسمح باستمرار اللعب وهل في مخالفه داخل الصندوق ولا مفيش مخالفه كابتن علاء كابتن ايمن؟ نشوف الحاله الاولانيه بس، خلينا نرجع بس نشوف حسام حسن في الحاله الاولى واحده واحده. هنا ننزل ها في زاويه ثانيه جايه دايس على رجله. استنى يا كابتن مش واضحه من هنا قوي يا كابتن، ممكن نجيبها من زاويه ثانيه؟ لا هات لي الزاويه الثانيه اللي هي بتاعت حسام حسن. يلا نزلت على الفاضي يا كابتن، رجل نزلت على الفاضي ما لمستش رجله. طبعا خالص بامانه صح. وبالتالي حتى حسام حسن ما تاثرش. الحاله الثانيه هنا بص النزول هنا الرجل نزلت على ملمست رجل حسام ملمس خالص على الملعب. وهنا القرار كان قرار سليم. ولكن نشوف الحاله اللي بعد كده هنا هل في مخالفه من مدافع استرين؟ الحكم قريب جدا جدا وفي تركيز. نشوف الايد مفيش دفع مفيش عرقله من تحت
لعب عاديه جدا سكوت نتيجه الالتحام، وبالتالي هنا كان قرار الحكم كان قرار سعيد بشكل عام. قريب كمان وقريب جدا تمركزه هنا صح. شوف يا كابتن علاء، دايما بنحكي للحكم في اللعبه اللي احنا جبناها في الاول كان محمد بعيد قوي، حتى هو رايح وانا بقول لك هو على امانتي ان الحكم المساعد هو اللي ادى القرار، بس هو ادى الاحمر لان كان لاعب كان رايح لوحده، لكن محمد خلي بالك لو دي داخل منطقه الجزاء كان تصرفك هيبقى ايه؟ ما ينفعش حضرتك تدي قرار وانت في منتصف الملعب. كلام لكل حكامنا، التوقع بقى يا كابتن وقراءه اللعب دي مهمه جدا يا كابتن عادل، زي اللاعب ما بيقطع وبيتعمل الباص وبيروح جون، ده توقع ومهاره لاعب وموهبه لاعب. نفس الشيء بنقول للحكام، خلي عندك الموهبه والتوقع اكيد كل قراراتك هتكون صحيحه. بشكل عام يعني مساعدين النهارده تميز لاحمد نوفل، تميز لعمر فتحي، والحكم رابع كان مسيطر على المنطقه الفنيه. اتمنى الفتره اللي جايه ان احنا نشوف تحكيم افضل مع الخبير الاجنبي الموجود. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا. شكرا جزيلا. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وايسترن كومباني في الجوله رقم 31 بالدوري العام المصري ممتاز لكره القدم، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الفتره القادمه. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، شكرا يا كابتن شرفتنا. بشكرك كابتن ايمن، توفيق الفتره الجايه نتائج احسن باذن الله ان شاء الله. كابتن سامي عربي شكرا كابتن، شرفتنا. التوفيق ايمن وشكرا ليك، وان شاء الله لازم ناخد الثلاث ماتشات الجايين بجديه بصرف النظر عن البطوله من عدمها، لان لازم اللعيبه تفهم ان الجماهير بتتاثر باي ماتش. صحيح. فان شاء الله بالتوفيق الماتشات الجايه باذن الله ان شاء الله. كابتن علاء ميوب شكرا كابتن، شرفتنا. شكرا ايمن، واعتذار واجب النهارده لجماهير النادي الاهلي على النتيجه، وممكن اداء كده هيزعل جماهير كتير قوي، لكن ان شاء الله القدم احسن وجماهيرك موجوده معاك على طول. الحمد لله. الحمد لله ربنا. الحمد لله. كابتن عادل عبد الرحمن شكرا كابتن، شرفتنا. اشكرك كابتن، والمهم جماهير الاهلي فعلا ما يزعلش، وربنا يكرم في اللي جاي، وان شاء الله هنبقى افضل للافضل للافضل ان شاء الله رب العالمين. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى ورقه حياه.